السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن عملة تيرا لونا كلاسيك وأخبار قوية جدا طلعت على العملة وأدت إلى ارتفاع بنسبة 10% في ظل هبوط البيتكوين وسوق العملات المشفرة. أما ما بدأ الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون موجود في وصف الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة، ورقم التواصل على الواتساب موجود كمان في وصف الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الانترو. طبعا أصدقائي، هابي كاتي كريبتو هذا الشخص موثوق جدا وناقل أخبار مهم جدا في عالم الكريبتو، خاصة لعملة تيرا لونا كلاسيك. هو أول شخص طبعا طلع قرار حرق بنسبة 1.2%. قبل ما نسمع هذا القرار من قبل، أول ما سمعت هذا الخبر سمعته من هابي كاتي كريبتو. طبعا أعلن هابي كاتي كريبتو اليوم أنه منصة كوين بيس سمحت بشراء 245 مليون دولار من عملة تيرا لونا كلاسيك. 245 مليون دولار من عملة تيرا لونا كلاسيك بتساوي 1 تريليون و240 مليار قطعة من هاي العملة، يعني بتصير منصة كوين بيس ثاني أكبر محفظة بعد محفظة منصة باينانس. طبعا منصة باينانس تمتلك 2 تريليون و326 مليار قطعة من عملة لونا كلاسيك، وبعدها رح تجي تلقائيا منصة كوين بيس بعدد قطع يتجاوز 1 تريليون فاصلة 240 مليار قطعة. طبعا شفنا التغريدة من هابي كات كريبتو، في شخص تاني كمان غرد نفس التغريدة وقال انه كوين بيس سمحت للتو بشراء 245 مليون دولار من عملة تيرا لونا كلاسيك، وان المصدر هو مصدر داخلي، والاعلان رح يكون يوم 3/1/2023. وطبعا اذا بتضيف منصة كوين بيس عملة تيرا لونا كلاسيك رح نشوف ارتفاع كبير بعملة تيرا لونا كلاسيك. مجرد الاخبار مبارح سمعنا عن ارتفاع بنسبة وصلت الى 10%. طبعا تكلمت بالفيديو الاخير عن عملة تيرا لونا كلاسيك وقلت لكم اذا تم الاغلاق اسفل دعم 13، اذا تم الاغلاق الاسبوعي على فريم الون ويك او الواحد اسبوع، اذا تم الاغلاق اسفل 13 رح نرجع نزور منطقة 0.3 اصفار 10. قلت لكم لكن في عندي احتمالية كمان انه نرجع نرتد وتتقلص الشمعة ويتم الاغلاق الاسبوعي اعلى الدعم، وبهذا الشيء رح نسبب ارتفاع بعملة تيرا لونا كلاسيك. شو حاليا دعوم بمقاوماتي للعملة، الدعم الاهم اللي لازم ما افقده على فريم الواحد اسبوع هو دعم 13 0.3 اصفار 13. لهيك حاليا من الارتداد اللي نحن فيه حاليا تقريبا رح نتوجه لل 0.3 اصفار 16، يعني من المنطقة حاليا ممكن نربح تقريبا 16% من هاي العملة. اذا انت بتحب تدخل مضاربة فالسعر الحالي هو السعر المناسب جدا للشراء. واذا كسرنا الموفينج افريج 200 رح نتوجه الى مناطق 0.3 اصفار 18 الى 0.3 اصفار 20. هاي دعوم ومقاوماتي لعملة تيرا لونا كلاسيك. وطبعا بالامس تم توزيع الاسقاط الجوي الثاني لعملة تيرا لونا كلاسيك. شو هو الاسقاط الجوي الثاني؟ بعد انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك وطرح عملة لونا 2.0، طبعا منصة باينانس وجميع منصات صاروا يعوضوا خاسرين بعملة تيرا لونا كلاسيك، صاروا يعوضوهم في قطع من العملة الجديدة الخاصة بعملة لونا 2.0. يعني هلا افتح محفظتك بتلاقي فيها قطع من عملة لونا حسب القطع اللي كنت تملكها سابقا من عملة لونا كلاسيك. مثلا انت كنت مشتري بألف دولار بسعر 100 دولار، وبعد الانهيار رح يتم تعويضك بقطع. حاليا يعني بتم توزيع القطع كل 6 اشهر، اليوم او بالامس تم توزيع القطع. انا حصلت على تعويض وصل الى 5 دولار فقط، مع اني خسرت فوق الـ1000 دولار بعملة لونا كلاسيك قبل الانهيار. اصدقائي انكم وصلنا للفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.